السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة، تعالوا نشوف هنفتح النهاردة ايه الحمام الجديد. دولك كده القصين اللي هم مفتح لهم، يعتبر النهاردة هنفتح لرابع واحد. يعني كده الفيديو اللي فات كنا مسايبين الهندي، ده جديد. الحمام بتاعت عبت حصل اهي برضه عشان تبقى ايه مستوعب معايا اهو. ماشي، انا عشان هفتح الباب اللي فوقيه هفتح لي ده، خد بالك من ده. ماشي، حمادي يعتبر عليها حصر عشان ما يزولوش بعض، وده ينزل بقى يضرب في ده وده يضرب في ده. لا، فرد الحمام ده مطمن للباب، واخد الحماه. الحماه دي حماه سايبه قديمه بس كتفها بيلق. انا مش عايزها الا تطلع وتنزل على الظهر فقط لا غير. طيب القصين، كل قص كده ايه عايش مع حاله. ادي القص الحلص كده كده نتادي ترمي الحصوايه التانية، ويبتدي اخد الحصوايتين دول اشيلهم من تحتيهم. لسه برضه هنشوف الدنيا فيها ايه، عشان الدكر برضه اللي هو يطمن دلوقتي اللي هم يعتبر الفردين الحمام دول. على الدرفه دي شويه، على الدرفه دي شويه، هبتدي اللي انا اسيبهم براحتهم برضه، ودولت هنفتح لهم يعتبر جداد. تمام، هنفتح لده النهارده، خد بالك منه ده، بس ده ماسك برضه في النتاية كويس، وانا هديله الدنيا خالص. ادي القصين اهم على الارضيه شويه، على الظهر شويه، لسه معاك كلفتهم برضه لان الحمام ده بيتكلف اخر النهار. ادي ده اهو، بص لو الحلس هيخش له بابه هبدا اللي انا احجز الحلس او اقفل على القص الحلس، لكن هو كده كده بص فرد الحمام ده مسيطر على الباب بتاعه اهو، بص بيلغي النتاية اللي هي ايه تطلع من الباب. سيبه خالص لان ده شر اهو، حبيتين كلفة اهم على الارضية، مطرح كلفة الزغاليل، حتى لو ما طلعش عضة ولا بقى برجلك ولا اي حاجة. بص راكب النتاع ازاي، تقول يا جدعان فرد الحمام مطمن لأرضية الغية، مطمن لبابه، حفظوا الحاجات دي، حفظوا معاك كلفته. بص طبق زغاليل انت سايبهم بقى مهديهم خالص. انا اصلا المفروض وانا يعني مثلا بفتح للديكورة دي بخلى من قدامهم، ما بقعدش في وشهم، بس حكم تصوير بقى ولا انا ايه بوريك كل حاجة كده اهو. اقسم بالله لسه مفتح لهم الحمام ده، ما بيتفتحلوش وبعدين يتعمل فيديوهات، لا الحمام ده فعلا حرفيا بيتعمل قدامكم صوت وصوره. يعني الحمام اللي بيتفتح له اقسم بالله بيتفتح له اول اللي بيبقى اول تفتيحه ليه. طبعا بقى لسه لما نيجي نفك، انا مش عايز بقى ايه نسابق الاحداث كده، لا واحده بواحده كده مع بعضنا. بيبقى في سؤال في قلب السكه بنجيبه، يعني لو في سؤال حد عمله في كومنت ولا اي حاجه وبنقدر ان احنا نجاوب عليه هنجاوب عليه، لكن دول هتتعامل معاهم ازاي هنقول لك واحده بواحده كده التعامل معاهم ازاي. ده برضو مختار وقت مناسب ان انت تسيب حمام برضو جديد او حمام دشار في عز الصيف كده، حمام برضو متخدر كتفه، ممكن اللي انت تسيبه خلص قلش ده كل ده الفترة دي كلها تسيبه على الظهر مفيش اي مشكلة، يشبع برده من قلب الغية بتاعتك. حلس ده بيقوم على النتاية وبيجي يحط برده.
بص انا كل اللي عايزه من الحمام ده يطلع وينزل، بس ده اللي انا عايزه من الايام دي. بس كان اي دكر بسيبه جديد هو اللي عايزه منه ان هو يطلع وينزل مره واثنين وثلاثه، قام خد دوره جه وحط مفيش مشكله، ما خدش دوره مفيش اي مشكله، ولكن فزع واللي انا صنعهم والكلام ده لسه واحده واحده. دي كتر الف مليون خيرها برضو، حماية بقالها بتاع سنتين بتتفرخ تحت، كانت سايبة زغلولة طلعت اختبرتها برضو قبل ما افتح اللي هو الدكر عليها، سبتها يومين كده اهو طالعة ونازلة كده، خلاص اطمنت طلعت ونزلت ما بقتش ايه ترمي نفسها ولا اي حاجة، خلاص هبتدي اللي انا افتح للدكر، انا اللي عايزها بس تطلعه وتنزله. دي مصلحة اللي هي الحماية اللي بتكون سايبة يا دوبك تطلع وتنزل بس، اهو هو راكب في الباب بتاعه، شوية تحديد برضو قدامهم كده. القص برضو ايه مع حاله كده. دي النتال ورقية واخدة الأسطرة العنبري ده. طيب هنرجع لكم تاني عشان أعزائي. دي القصين كانوا قايمين، وادي يعتبر تالت فردة حلقة، رابع فردة حلقة ده اللي ساي. في واحد محجوز هنا الهندي ده، هنبدأ النهاردة نفتح لده. ماشي يلا قبل كده قبل ما ايه الدنيا تقفل كده، زي ما انا بقول لك بس اهم حاجة يطلعوا وينزلوا وهيتكلفوا في الارضية دولت ويتقفل عليهم هما بقى ورزقه ده، نشوف الدنيا فيها ايه. نتي دي برضو مفتوح لها ومتهوية، وشفت كتف الحمام، الحمام هادي، الحمام اصلا كان ايه يعتبر كان مقفول عليه في قلب مصاطب، مفيش اللي هو ايه هتاخده وتفسعه القصة دي، لا زي ما انت شايف ايه النت هادية. بص الوردية، بص دولت ام بص اهو ده العنبري عن نتال ايه الوردية ايه. بص وكل واحد ملبوخ في قلب ايه النتاية بتاعته اهو. بص الطرقعة والمخطرة والتخبيط اهو، سأما الحمامات بتبقى دماغها بقى تقيلة في قلب غيتها بتبقى عاملة ازاي. تعال بس
حتت اهي. بص هو جاي بيجري بسرعه ازاي، بص هوب عدى سيبه. الجريز لو خد في وشه كده، الاتنين بص الاتنين هم الاتنين جارين ورا بعضهم هناك. اهو الجريز لو وادي العنبر تعال بص. ماشي شايف المستغلة بتاعت ايه الجريزل ده راح فين؟ هو كده كده خلاص اللون، بس ايه الجنب ده الجريز اللي بعديهم اهو، بس كده كده كل ده هيجي يركب على الظهر. القص وادي الجريز ده اهو، وادي المتال وردية الجريز اللي حط وادي المستريه طالعه اهي. ماشي فاضي دي بقى، فاضي المستريه العنبري. بص جاي جاي من تحت ايه. عارف ان هو طالع من هنا بص على نفسه اهو. مش لون تايتو عشان نتاقي ودي نقفل على القصة. دلوقتي مش شايف العنبري
اول ما يظهر كده يا جدعان هنرجع لكم تاني. ادي العنبرة اهو يا جدعان. بص الدنيا غمقت لحسن تفتكر اللي هو بص فريد الحمام اهو بص على نفسه وجي ركب عضه فلت انا على قص القدس ومديله الدنيا اهو خالص. تمام رجاله كده النهارده اتنين سايبين يعتبر خمسه سابوا من الحمام ده. تمام رجاله معلش اللي طالع عليكم بس احنا حبينا ان احنا نوريكم كل حاجه كده بميرت الله. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم ابو عمر والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.